بمناسبة انطلاق الذكرى 8 للثورة السورية، قام اتحاد تنسيقيات الثورة بتجهيز احتفالية للاحتفال بهذه الذكرى، حيث اجتمع معظم الأهالي المهجرين السوريين الثوار الحقيقيين من ريف دمشق وحمص وحماة وإدلب وجميع المحافظات السورية، لنقول للعالم أننا مستمرون في هذا الحراك الشعبي حتى إسقاط النظام. طبعا يعني فرض علينا كثوار أن نحتفل في الذكرى الثامنة لانطلاق الثورة السورية في 18 آذار من عام 2011، وها نحن اليوم يعني في حفل كبير بذكرى الثورة. مدعي على هذا الحفل الكثير من الشخصيات الرمزية والاعتبارية ومن المجالس المحلية والحكومة المؤقتة وقادة الفصائل والوزارات والناشطين من كافة الاختصاصات. طبعا اليوم هاي الاحتفالية بمناسبة الذكرى الثامنة لانطلاقة الثورة اللي انطلقت ب 18 آذار 2011 وما زالت مستمرة، على الرغم من أن النظام سيطر على عدد كبير أو مساحات كبيرة من المناطق في سوريا، طبعا بالتعاون مع المجرمين الروس والشياطين الإيران. ونحن نحيي هذه الذكرى اليوم لنقول للعالم أن الثورة مستمرة، وأكد على ذلك المظاهرات التي خرجت في محافظة درعا. بين 15 من آذار والثامن عشر منه تبدأ الفعاليات الثورية بتنظيم احتفالات بمناسبة ذكرى الثورة السورية، على الرغم من اختلاف الآراء حول 15 والثامن عشر، إلا أن الجميع متفق على جملة واحدة: يمان السيد، أورينت نيوز، مدينة عفرين، شمالي حلب.